الوحيد اللي سهل عنديك بقلب الدار. دموع اختنقت في مآقيها لكنها انفجرت لتتحدث عن وجع القلب الذي ينبش تفاصيل الحياة. هذه العائلة والتي استعدت لعرس ابنها محمود لم تكن تعلم أن الفرح سيحل مكانه ألم الفراق. والله يا شيخ احنا فرحنا على عرسه انه يبدو يتجوز ويستر حاله ويستر حاج، والحمد لله تفقد الله رحمه. محمود كان انسان حلو، كان لطيف، يزور خواته ويزور الدنيا كل ريته، ما يخليش حدا يعتب عليه، يروح عند خواته اللي بدها هي مستعد فيه يروح يجيب لها. أما هذا الرجل الذي فقد فلذة كبده الصغير يتحدث عن فراغ كبير حل بعد استشهاد ابنه الذي كان يرافقه في مسيرة العودة الكبرى لإحياء يوم الأرض الفلسطيني. كتير كتير ترك فراغ، لأنه كنت شركن إلا على بادر، كنت شماركن إلا على بادر، ترك فراغ كبير عنا، لأنه هو اللي كان يلبي لي جميع طلباتي، ما استجيش لأي واحد أطلب منه إلا من بادر. ايش ما تقول له امه جيب يروح يجيب لها، هو الوحيد اخر واحد الصغير خالص. عوائل مكلومه بالفقد وذكريات تملاها التفاصيل اليوميه. شهداء رسموا للحياه الدنيا ابهى الصور الانسانيه، لكنها لم تكتمل لان وازع التضحيه من اجل الوطن كان اقوى لديهم. محمد ابو ناموس، الغد، غزه، فلسطين.